ربنا يقعد يكلمنا على النفوس وعلى مصر ونصلي لمصر. انت مستحيل تحمل بشعب وانت مش حامل بافراد. انت مستحيل تيجي تصلي لمصر بحقه حقيقي وانت مش عارفه تحملي بالناس اللي حواليكي وبجيرانك. ان لي حزن عظيم وجع في قلبي لا ينقطع. يا رب يا رب جايين نفتح قلوبنا قدامك وجاي افتح قلبي قدامك. احنا قلوبنا بارده قوي يا رب. احنا قلوبنا بارده قوي. الناس عماله تهلك حوالينا واحنا عندنا الماء الحي واحنا عندنا الخلاص واحنا عندنا الصليب وسايبينهم يهلكوا وسايبينهم يهلكوا. يونان لما ربنا دعاه يروح نينوى هو مش عايزهم يخلصوا مش من جنسه وهرب وربنا في رحمته رجعه خلى الحوت يرجعه. بعدين الدنيا شمس كانت عليه فربنا طلع له يقطينه تظلله. بعدين جت دوده واكلت اليقطينه اتجنن بقى جنن. ربنا قال له انت زعلان عشان اليقطينه؟ انت حزين علشان اليقطينه؟ قال له انا هموت من الغيظ انا هموت من الغيظ. قال له يا يونان انت زعلان على يقطينه؟ كانت بنت ليلى جت وبنت ليلى راحت وانت ما تعبتش فيها خالص. ده انا اللي طلعتها لك ومش عايزني انا احزن على شعب باكماله لا يعرف يمينه من شماله. انت مش عايزني اكون حزين على شعب شايفه بيهلك قدامي. انت قد كده قلبك بعيد عن قلبي قد كده انت مش حاسس بيا يا يونان. انت زعلان على اليقطينه وبتعيط على اليقطينه ومش عارف تعيط على شعب. سامحوني يا جماعه سامحوني. كم مره قعدت تعيط على اليقطينه في حياتك؟ كم مره قعدت تعيط لما شغلك ما كانش ماشي او خرجوك من الشغل؟ كم مره عيطتي قدام ربنا عشان عايزه بنتك تتجوز؟ كم مره عيطت على امور شخصيه؟ احنا مش بنعرف نعيط غير على اليقطينه. احنا مش بنعرف نيجي قدام ربنا ونصرخ ونبكي غير على اليقطينه. ويبص لك ويبص لك ويقول لك ما عندكيش دموع على شعب لا يعرف يمينه من شماله؟ ما عندكش دموع على شعب عمال يعبد اله غيري وهو مخلص بس مش عارفني؟ مخلص وعمال يصلي لي وعمال يعبدني مش عارفني. ما عندكش الدموع ديت؟ عارفين من الاشخاص اللي كل ما افتكر اللي هو عمله احس بس لا بس مش معقوله القلب دوت. ده قلب يعني مش مولع. لو في كلمه تانية غير مولع. الشخص اللي اتعمل عنه فيلم ان وقت سفينه تايتانيك السفينه المشهوره قوي ديت لما غرقت انه في كان شخص مؤمن مبشر على السفينه. فلما بقى الناس وقعت في الميه وكل واحد كده معاه حته خشبه نفسه كانه ينقذ يعني نفسه يلاقي النجاه باي طريقه. المؤمن دوت المبشر قرب من واحد هو كل واحد فيهم بيعوم على خشبه وسأله قال له انت تعرف يسوع؟ انت ليك علاقه بالمسيح؟ الراجل اتجنن قال له انت في ايه ولا في ايه؟ هو احنا عم بنغرق وكل واحد عمال يشوف ايه الطريقه اللي ممكن يخلص بيها وانت جاي توعظني؟ انا عارف الناس المدروشه ديت يا سيدي ابعد عني. عامه وبعد شويه رجع له قال له انا بس عايز اطمن عليك لانه احنا فعلا ممكن خلاص تبقى دي اخر وقت في حياتنا. انت لو مت هتروح فين؟ زعق له تاني عامه والمره الثالثه رجع له يكلمه. الراجل بكى قال له ده دلوقتي كل واحد بيفكر في نفسه بس كل واحد بيفكر في المصيبه اللي احنا فيها في الغرق اللي احنا فيه. انت عملت تفكر ان انا اعرف المسيح؟ وصلى معاه وهم بيغرقوا وهم على قطعه خشب صلى معاه وسلم حياته للمسيح. لما شفت الفيلم ده حسيت يا لا 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 احنا بصوا لسه في ناس كتير حوالينا احنا مش على قطعه خشب بس في ناس كتير حوالينا خلونا نروح لهم عشان اليوم اللي نبقى فيه على قطعه الخشب يبقى نفس النار جوه قلبنا ونعرف نوصل لهم. ليه انا محتاجه اصلي عشان اكون شاهده للمسيح؟ محتاجه اصلي عشان قلبي البارد يولع عشان قلبي البارد يتملي باللي في قلب ربنا عشان تتملي بالتصقل الحقيقي.
السبب الثاني، كل ما هتقعد في محضر ربنا، كل ما هتقعدي في محضر ربنا هتتغير لصورته، صورته هتنطبع في حياتك. وده اللي الكتاب بيقوله في كورنثوس الثانية 3: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها. فكل ما هتقعد في محضره كتير ريحة يسوع هتبقى ملياك، صورة يسوع هتبقى ملياك. فلما تيجي تكلم الناس عنه الناس هتصدقك لأنها شايفاه فيك، لأنه كلامك مش هيبقى مجرد كلام، مش هيبقى مجرد وعظات، مش هيبقى مجرد عظة بتقوليها للناس، لكن شايفة الشخص اللي أنت بتشهد عنه فيك وفيكي، فقدرين يصدقوك، فقدرين يصدقوك. كل ما هتقعد في محضره كتير الناس هتشوف فيك يسوع. واسمعوني يا جماعة، الناس مش ناقصها وعظ، الناس تعبت من كتر الوعظ، التلفزيون مليان برامج والناس بتسمع برامج كتير، الراديو مليان برامج، الكنائس مليانة وعظات، الناس عايزة تشوف يسوع زي ما اليونانيين راحوا لفيلبس وأندراوس. نريد أن نرى يسوع، خلونا نشوفه، لو شفناه هنحبه، لو شفناه هنتبعه. لكن إحنا تعبنا من الكلام، إحنا تعبنا إن الناس بتقول كلام كبير ومش شايفين اللي هم بيقولوه، مش شايفينهم عايشين اللي هو بيقولوه. كل ما هتقعد قدامه وتشوف الحب بحقه حقيقي، تخيل إن هو بيحب كل الناس، حبه ملوش حدود، ملوش حدود، بيشرق شمسه على الأشرار والأبرار. يعني تصور إن الشمس مش بس بتطلع على بيتك أنت المؤمن، وبتطلع على بيت جارك اللي هو معوج المستقيم قدامه، بيحبهم كلهم، لدرجة التهمة اللي اتهموا بيها المسيح إنه محب للعشرين والخطاء. فكل ما تقعد قدامه وتتملي بالحب تستغرب إزاي عارف تحب مش بس الناس اللطيفة والشيك، الناس اللي محدش عايز يسلم عليها حتى، الناس اللي شايفينها كأنها ناس يقولوا عليها دي بايخة، ده بايخ. مازر تريزا في الهند، عارفين هي إيه اللي عملته؟ عارفين هي عملت، الست دي عملت إيه؟ تتملي من حبه، حبه ينطبع عليها، وتروح للفقراء والمرضى والمنبوذين، تكب من الحب، تاخد منه، تقعد قدامه وتاخد منه وتروح تحبهم. انت ازاي عارفه تحبي الناس ديت؟ في ناس صعبه قوي، في ناس مريضه قوي، وفي ناس جلده على عظمه وشكلها صعب. ازاي حبيتيهم للدرجه دي يا مادر تريزا؟ ازاي حبيتي شعب الهند للدرجه دي وخدمتيه بعنيكي؟ ولما خدتي جايزه نوبل صرفتيه عليها، صرفتي عليهم الفلوس ديت. مره كانت في ايطاليا ومذيع عمل معها حديث، فقال لها مازر تريزا انت لما هتروحي السماء انا اعتقد انه الملائكه وهم بيقابلوكي الحاجه اللي هيقالوها لك انه مليت لنا السماء من فقراء الهند، في هنود كتير 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 مستنيينك. قالت له دي هتبقى احلى حاجه هسمعها في حياتي، انه السماء مليانه هنود فقراء ومساكين، كانوا على الارض فقراء ومساكين، كانوا على الارض مرضى وعندهم جزام، والسماء بقت مليانه بيهم. اللي عملته اخذت من حبه ملاها بحقه حقيقي، مش بتمثل، مش رايحه تعمل مهمه، مش طالعه كده للخدمه وراجعه، هي حبتهم، هي اخذتهم في حضنها، ويوم ما ماتت ادوا فرصه للناس تودعها. عارفين كم واحد كده ودعوها؟ مليون شخص، مليون شخص راح يودعوها. انت اثرتي في حياتنا، انت خدمتينا بعنيكي، انت حبيتينا، احنا صدقنا حب يسوع لانك انت حبيتينا. فرق معايا الاسبوع اللي فات، كان عندنا خادمه جميله جميله من موزمبيق اسمها هايدي بيكر، خادمه الحقيقه بحبها قوي لاني بحب حبها ليسوع وحبها للناس قوي. هي اصلا امريكانيه وربنا دعاها لموزمبيق افقر بلد في العالم،
وقال لها أنا عايزك تستوب فور ذا وان، تقفي من أجل الشخص الواحد. هي بقى هي مجهولة جدا 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 وتقعد معاه جدا جدا جدا، تقعد معاه كتير كل يوم، كل يوم ساعات تقعد معاه بالساعات. عارفين تخرج بقى من محضره الحب بيشر منها، بيشر الحنان بيشر منها، وتروح في الزبالة وتدور على العيال وهم بالدبان وشعرهم مش نظيف وشعرها يتعدي، في الكتب بتاعتها كاتبة انه شعرها يتعدي عادي ويا ما جالها امراض وتحضنهم. مره كانت رايحه خدمه عندها وعظه بقى، بس ما عملتش زي اللاوي والكاهن في مثل السمير الصالح، لا عملت زي السمير الصالح. عندها خدمه مهمه وناس يعني منتظرينها. لقيت واحده ست قاعده في وسط الزباله كلها دبان وعاميه، وقفت علشانها، عشان هو قال لها عايزك توقفي من اجل الشخص الواحد، الشخص الواحد ده غالي قوي على قلبي. قعدت معاها وخدتها بعيد عن الدبان والزباله، حضنتها وحبتها وكلمتها عن يسوع وصلت لها فتشفت وعينيها فتحت. وبعد كده كملت وراحت اخذت الوعظه بتاعتها. قعدت معاها فقالت لي من المعجزات القويه اللي احنا شايفينها الايام دي في موزمبيق السوبر ناتشرال بروفيجن، ازاي ربنا بيدينا موارد بطريقه فوق طبيعيه، لان هو اللي عمال يقول لنا وانتوا بتحبوا الناس اطعموهم. ما ينفعش تحب الناس وتروح تقول لهم بس روح استدفق بقى وكل واشرب، تحبوهم هتقدموا لهم رسالتي هتاكلوهم لان هم جعانين، لان هم جعانين. فبتقول احنا بنروح القرى ديت الارهابيين حرقوها وحرقوا البيوت والناس متشردة وجعانة وغلبانة، بنقعدهم مجموعات ونقعد نأكلهم وندلهم حاجات ونكلمهم عن يسوع. تقولي محدش بيقاوم، الكل بيقبل المسيح. هيقاوموا ازاي؟ يعني انت لما الناس تشوف فيك حب بحقه حقيقي، بتحبهم مش تمثيلية، بتحبهم بحقه حقيقي ورايح لهم وبتأكلهم، وعارفين بيأكلوا كم نفر كل يوم؟ 50,000 شخص كل يوم بيأكلوا 50,000 شخص، وربنا يبعت لهم يقول لهم عايزكم تأكلوا أكتر. بتقول لي عمرنا ما نقول لربنا لا أكتر، أنت اللي هتبعت. فبتقول لي آلاف عمالين يعرفوا المسيح، بنأكلهم ونوصل لهم رسالة يسوع فبيقبلوها على طول. عارفين ليه بيقبلوها؟ عشان مش كلام بيقولوه، عشان مش بيسمعوا كلام، عشان بيشوفوه فيهم. كلمهم انه يسوع بيحبك، احنا شايفين من خلال حياتكم انه يسوع بيحبنا. عشان كده يسوع في يوحنا 17 لما قال للاب لست اطلب ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير، انا عايزهم يفضلوا في العالم عشان هيبقوا ايديا ورجليا وقلبي وعينيا، هيبقوا حبي للناس، هيبقوا حناني للناس، احفظهم في العالم عشان هم دولت هيبقوا يسوع رايح في كل حته، هيبقوا يسوع اللي رايح في شبرا وفي سيدة زينب وفي مصر الجديدة. لست أطلب أن تأخذهم من العالم، احفظهم من الشرير. هما دولت اللي هيخلوا الناس يصدقوا أني حبيتهم ومت علشانهم. سمعت حاجة مضحكة، علشان أقول لكم الناس مش عايزة مجرد تسمع كلام، الناس عايزة تشوف يسوع، نريد أن نرى يسوع. سمعت عن مبشر كان بينزل كده مناطق شعبية ويكلم الناس عن المسيح وكده، ففي راجل غلبان كده بجلبية قبل المسيح، فهو قال له بص أنا هاجي لك كده كل يوم كده لمدة أسبوع عشان أعلمك حاجات في الحياة المسيحية. قال له ماشي. تاني يوم راح له بقى الخادم ده ومعاه رغيف كده سخن حلو قوي. بصوا الرغيف السخن الأيام دي بقى ده ليه قيمة كبيرة قوي، بعد ما العيش خلاص كله غلي أخذ كده رغيف سخن كده حلو وقعد جنبه. قال له هعلمك النهاردة الصلاة الربانية، دي الصلاة يعني الأساسية في الحياة المسيحية، وكل ما هتتعلم حتة هدي لك لقمة. قال له ماشي. قال له قول أبانا الذي في السماوات، فقال أبانا الذي في السماوات، فراح قطع له حتة من العيش كده لقمة وديها له. قول له ليتقدس اسمك حتة تانية، ليأتي ملكوتك، ودي له حتة ثالثة. بطل الراجل الغلبان بتقول، قال له أنت بتقول لي أبانا الذي في السماوات؟ قال له قال له يعني اللي فوق ابونا انا وانت؟ قال له اه. قال له يعني انت اخويا؟ قال له اه.
قال له طب ما تكبر اللقمة شوية، انت ليه عمال تديني فدودة فدودة، كبر لي اللقمة شوية لو احنا اخوات. عارف لو انت مش مليان حب هتصغر اللقمة، هتروح تقول للناس كلام ولا هتبقى عايز تتورط في احتياجاتهم وفي مشاكلهم وقفع تعبهم. كل ما هتملي بالحب هتكبر اللقمة، وهتاخد من اعوازك وتديهم، وهتطبطب عليهم بحق وحقيقي، وهتصلي علشانهم بحق وحقيقي، وهتتدخل في احتياجاتهم ومشاكلهم بحق وحقيقي. كل ما هتقعد تصلي هتتملي بيه، صورته هتنطبع، فالناس هتشوف يسوع مش بس هتسمع عنه، لأن الصرخة اللي جواهم نريد أن نرى يسوع. هتتملي بالتواضع بتاعه في وسط عالم كله كبرياء، هتقعد قدامه وتشوفه قد ايه متواضع، قد ايه هو متواضع، وهو بيقول تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. هتشوفه هو بياخد كده مقذره ويغسل رجلين التلاميذ ويقعد ينشفهم. قول لي عايز اسالك، انت ممكن تقعد قدامه وتطلع تفضل متكبر؟ معقوله؟ اما هتقعدي قدامه هتتملي بالتواضع، هتتملي بالتواضع بتاعه. عارفين من سنه او سنتين لما الجرايد في مصر وفي كل العالم قعدت تكتب عن بابا روما، بابا الفاتيكان، في العيد لما راح عند المساجين وابتدى يغسل رجليهم وينشفها، والناس في ذهول، بابا البابا ده اللي بيقف في الشرفة بتاعته والناس تتمنى بس تشوفه يشاور لهم، رايح يغسل رجلين المساجين. شافوا الحب، شافوا التواضع، يصدقوا في يسوع ولا ما يصدقوش؟ لكن تفضلوا تقولوا بقى عن يسوع انه وديع ومتواضع القلب، انه غسل ارجل تلاميذه، ونبقى احنا كده فوق الناس، هيصدقونا ازاي؟ كل ما هتقعد قدامه تتملي بيه، تشهد عنه، الناس هتصدق. تقعد قدامه تعرف تغفر، تعرف تغفر اللي ما يتغفرش. عايز اقول لك اللي ما يتغفرش، لان هم اهانوك واتكلموا عليك وتعبوك واخدوا فلوسك. عارفين هايدي بيكر؟ في عندهم ارهابيين كتار اللي هم اسمهم الشباب، اللي هم اصلا من الصومال، كتار قوي مدمرين الدنيا وعايزين يخطفوها. وفي يوم من الايام بتقول واحد من المرسلين اللي خدموا معانا 10 سنين، شاب، وشاف عمل ربنا في وسطينا، وشاف النفوس اللي بتيجي للمسيح، وشاف الآيات والعجائب، إنه هناك فعلاً العرج بيمشوا والعمي بيبصروا والموتى بيقوموا. بتقول في وقت من الأوقات وقع في الخطية ودخل في حدة ظلمة قوي، فابتدت المنظمة الإرهابية دي تتفق معاه علشان يسلم هايزي بيكر، بس هي ربنا أنقذها. بعدين في يوم بقى وهي بتصلي، ربنا قال لها أنا عايزك تغفري له للشاب ده وتغفري للمنظمة بتاعت الشباب. قالت له أغفر لهم؟ دولت ابتدت تقول له الليستة، دولت حرقوا الكنايس، دولت ذبحوا أسس ذبحوهم، دولت كانوا عايزين يخطفوني، تقول لي أغفر لهم؟ لا، الليستة دي تحطيها على جنب، أنا اللي بديكي نعمة عشان تغفري، عايزك تسامحيهم. عارفين بتقول إيه؟ بتقول إن هي فعلا لما سامحتهم من قلبها، لما غفرت لهم من قلبها، الحاجة العجيبة يا جماعة، الحاجة العجيبة إنه من المنظمات الإرهابية ديت مئات دلوقتي بيعرفوا المسيح، مئات عمالين يرجعوا للمسيح من المنظمات الإرهابية. تقدر تروح تكلمهم عن يسوع وهي مش غفرة لهم؟ تقدر تقول لهم إنه يسوع غفر على الصليب وهي مش غفرة لهم؟ هيقبلوا؟ هيقبلوا الرسالة؟ لو أنت مش غفر لابن عمك تقدر تروح تكلمه عن المسيح؟ لكن تخيل بقى لو هو تعبك، لو هو ضحك عليك وسرقك، بعدين انت سامحته من قلبك في محضر ربنا، في محضر ربنا، وقصاد غفران المسيح اطلقت له غفران، ورايح تحضنه وتقول له انت ابن عمي وهنفضل ولاد عم، بحبك، وتكلمه عن يسوع. قول لي ايه رايك؟ هيشوف يسوع، هيشوف غفرانه، هيشوف تواضعه، هيشوف حبه، هيشوفهم، هيجي ليه؟ الصلاة هتعمل فينا ايه؟
وانت قاعد قدامه هتتملي بيه وصورته هتنطبع على حياتك، فما هتروح تشهد عنه الناس هتصدق، الناس هتصدق. عارفين بحب قوي الشهادة دي اللي حكي لكم عنها. في إرسالية بعتت من سنين يعني طويلة، بعتت مرسل للصين، الصين كان لسه ما فيهاش نهضة ولا حاجة، عشان يتكلم عن المسيح ويوصل رسالة المسيح، بس هو ما كانش بيعرف اللغة الصينية، فقعد مدد عشان يتعلم اللغة الصينية، بس عاش في وسطيهم وبعد كده مات. فالإرسالية ديت بعد كده قالت احنا من الأول هنبعت مرسل بيجيد اللغة الصينية عشان ما يفضلش مدد عبال ما يتعلمها وكده. فراح بقى المرسل اللي بيجيد اللغة الصينية، وأول يوم كده قعد في وسط الناس، فضل يفكر أنا أكلمهم عن إيه؟ أكلمهم عن إيه؟ قال أنا هكلمهم عن يسوع، هكلمهم عن يسوع، عن حبه وتواضعه وودعته حنانه. فقعد يتكلم عنه، ففي وسط الوعظة ابتدوا يرفعوا إيديهم يقولوا له اللي أنت بتتكلم عنه ده إحنا عارفينه، إحنا عارفينه، ده كان معانا، اللي أنت بتتكلم عنه إحنا عارفينه. يكمل الوعظة يقولوا له صدقنا صدقنا إحنا عارفينه، تحب نوديك عنده بعد الوعظة؟ الراجل استغرب جدا، ايه هيودوني عند يسوع بعد الوعظه ازاي؟ وبعد ما خلصت الوعظه لقى مجموعه راحت واخدينه عند المقابر بتاع المرسل الاولاني، وقالوا له هنا قبر يسوع المسيح، هنا اتدفن الشخص اللي انت بتحكي عنه، هو عاش في وسطينا، هو حبنا زي ما انت بتتكلم، هو كان متواضع زي ما انت بتتكلم، هو كان بيسامح زي ما انت بتتكلم. قولي في الشغل بيقولوا عنك ايه؟ شايفين يسوع ولا شايفينك بتتخانق وبتتنرفز وزي ما هما بيعملوا زنب انت بتعمل زنب؟ بيقولوا عليك ايه في عمارتك؟ انت معروفه ان انت مين؟ في وسط الدوائر بتاع عيلتك وعيلتك الناس بيقولوا عنك ايه؟ نريد ان نرى يسوع، نريد ان نرى يسوع. الحاجه الثالثه، الصلاة مش بس هتولع قلبك وتملك بالتثقل، الصلاة مش بس هتطبع صورة يسوع فيك فالناس هتشوف يسوع فهتصدق، لكن الحاجة الثالثة اللي عايزة أقولها لك إنه الصلاة لما تبتدي تصلي لشخص أنت عايز تشهدله عن المسيح وتبقى عارف إنه الشخص ده قلبه متحجر وفيه غشاوة على عينيه، عارف الصلاة بتعمل إيه؟ كل ما هتصلي له قلبه حيلين لغاية ما القلب الحجر ده في يوم من الأيام هيبقى قلب لحم، وحيشفط الرسالة وحيشفط كلام تكلمه عن يسوع. واحدة ست عارفين قاعدة تصلي لجوزها وقت قد إيه؟ مش كده عايزة أشجعك اوعك تبطلي صلاة من أجل جوزك، اوعك 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 تقولي لي قلبه حجر. أقولك أيوه الحجر هيبقى قلب لحمي لو إيه؟ لو فضلتي تصلي وتكلمي عن يسوع، مش تقعدي توعظيه وتوبخيه انك انت احسن منه، لا هتكلميه عن يسوع، عن يسوع اللي مليان حب مليان حنان. الست دي قعدت 30 سنه تصلي لجوزها وجوزها متحجر، كل ما تكلمه بيرفض الكلام، بيرفض، بتحاول تشهد بيرفض، بس تعمل ايه؟ تكمل تصلي له. تقولي افتح، تقول كده بفتح مرات التلفزيون على قنوات مسيحيه لعل وعسى يرضى يشوف، بيفوت قدام التلفزيون ما يرضاش. تخيلوا بعد 30 سنة في يوم بنته بتوضب له السرير لقيته بيعيط، اتخضت، بابا بيعيط؟ عمر ما بابا عيط، عمره ده بصوا ده قلب ايه، عمره ما عيط، لقيته بيعيط وقال لها نادي لي ماما، وجت مراته وقال لها ممكن تركعي معايا وتصلي معايا عشان أنا عايزة أقبل المسيح، أنا ياما رفضته وياما رفضت الكلام اللي كنت بتقوليه، بس أنا مش قادر دلوقتي، أنا في حاجة قوية جدا جوايا أنا عايزة أقبله. ست قعدت تعيط تعيط 30 سنة وأنا بصلي، 30 سنة وأنا بحاول أكلمه، أنت اللي بتعرف تحول القلب الحجري حتى لو فضل متحجر 30 سنة، أنت اللي بتعرف تحوله وتخليه قلب لحم.